أخبار اليوم. تحية خاصة للسيد المهندس الكبير ياسر عاصم المحافظ السابق لحضوره، كما أشكر كل السيدات والسادة المساعدين ورؤساء الأندية الروترية والزملاء الروتريين المشاركين معنا في هذا الحفل. كما نشكر السيدات والسادة من السفراء وكبار الصحفيين لحضورهم ومشاركتهم لنا في هذا الحفل. كما أشكر السادة ممثلي بنك كريدي أجريكول، وهو البنك الذي له الفضل في نجاحنا في تنفيذ مشروعاتنا التي خدمت المناطق الفقيرة في مجالات محو الأمية والخدمات التعليمية والطبية علاوة على نظافة الأحياء. كما أشكر السادة المتبرعين ورعاة الحفل، هي الشركة الفاطمية للأجهزة الطبية ومثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الفي، وشركة تروبيك للسياحة ومثلها الأستاذ محمد المصري، وفندق فيرمونت نايت سيتي، وأخص بالذكر الأستاذ عبد الهادي الحنفي والأستاذ محمد خالد. وأخيرا أشكر السادة الحضور على تشريفهم الليلة. تعتبر السنة الروترية 2014-2015 التي نحتفل بنهايتها الليلة من أكثر السنوات الروترية نجاحا على نادي روتري القاهرة الشمال، إذ إننا نجحنا في تجديد وتطوير مدرسة مصطفى كامل منطقة مطار إمبابة، وأيضا في تجهيز المركز الطبي لمنطقة مطار إمبابة بأجهزة طبية في مجالات طب الأسنان والرمط والبطنة وعلاج الدواني، بما يخدم عدد 150 ألف من سكان المنطقة بمبلغ يقارب 700 ألف جنيه. نجحنا أيضا بمساعدة الدكتور أحمد الكشت المدير مستشفى رمض إمبابة في توليد وتركيب غرفة عمليات حديثة جدا في المستشفى لخدمة حوالي 2 مليون نسمة من المرضى في منطقة إمبابة وغرب مطار إمبابة، بإجمالي تكلفة تزيد عن 1,100,000 جنيه تقريبا. كما ساهمنا في تنظيف منطقة مطار إمبابة وزراعة عدد 2000 شجرة محل أقوام القمامة التي ساعدنا في إزالتها. أما بالنسبة لفصول محو الأمية لخدمة أهالي مطار إمبابة، فقد قمنا بفتح 50 فصل وتم تخريج 610 شخص خلال السنتين الماضيتين. كما قمنا بتوزيع شنط رمضان وبطاطين لأهالي منطقة غرب مطار إمبابة. زادت تكلفة هذه المشاريع كلها عن 3 ملايين جنيها. وهنا أرى لزاما علي أن أعاود شكر بنك كريدي أجريكول على عطائه السخي الذي بدونه لم يكن ممكنا تنفيذ كل ما تم ذكره. وفي النهاية أتمنى للرئيسة القادمة لنادي روتري القاهرة الشمال السيدة منى بهجت كل التوفيق. الأجهزة اللي اتوردت في مستشفى رمض إمبابة دي أجهزة خاصة بتجهيز غرفة عمليات كاملة لجميع عمليات العيون، المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية. الأجهزة دي كانت مكملة للأجهزة اللي موجودة ولا أكثر منها تكنولوجيا؟ لا، هو التجهيزات لأي مستشفى بيبقى في مدام مستشفى يبقى لازم يبقى فيه عمليات جراحية، فيبقى في عيادات وفي غرف عمليات. فاحنا عملنا احنا عملنا غرفه العمليات، وهو في المستشفى اساسا مجهزه فيها غرفه عمليات، احنا اضفنا ليها غرفه عمليات تانية اكثر، يعني متطوره اكتر من اللي كانت مستخدمه قبل كده ولا اضافه ليها بس مش اكتر؟ هي الاثنين، متطوره واضافه، يعني الاثنين. هي طبعا متطوره بان هو فيها احدث جهاز لعمل الجراحات المياه البيضاء، جهاز موجات فوق صوتيه، يعني جهاز امريكاني، ده احدث جهاز في العالم يعني. بالنسبه لبيت التجهيزات الثانيه اللي هي التجهيزات المفروض تكون في غرفه العمليات، زي ترابيزه العمليات، زي الميكروسكوب الجراحي، برضو في ميكروسكوب جراحي من احسن الميكروسكوبات على مستوى العالم يعني. طب روتري بتستهدف
اماكن تانية او مستشفيات تانية غير الرمد، ولا هي هتتوقف عن الرمد بس، ولا في خطة تانية للرمد برضه؟ هو احنا الشغل بتاعنا السنة دي الحمد لله احنا شاركنا في فصول محو الامية، ده برضه من احد الانشطة الروتارية، وشاركنا في تجهيز مركز صحة غرب مطار امبابة، جهزنا فيه عيادة بطنة وعيادة رمد وعيادة أسنان وعيادة موجات فوق صوتية على أحدث مستوى، فيها يعني فيها كشف يعني للقلب والبطنة والكلى والأمراض اللي هي زي كده يعني. إيه والله احنا مبسوطين جدا مع روتر أكت شمال القاهرة، عاملين مؤتمر، عاملين إيفنت، واحنا الشركة داخلة بالأجهزة بتاعتها يعني حاضرة برضو بنتكلم مع الناس عن الأجهزة، واحنا كنا لسه قريب موردين أجهزة في مستشفى رمد إمبابة برضو بتبرع من روتر أكت شمال، مجهزين عمليات الرمد كلها من عندنا، ميكروسكوبات وسرير عمليات وجهاز فيكو بتاع إزالة العدسة وجهاز صدمات وجهاز رسم قلب وكده يعني. في تجهيز لمستشفيات تانية او اماكن تانية هيتوزع عليها الاجهزة بتاعتنا؟ طبعا في الفترة الجاية احنا في شغل كتير قوي مع روتر، في طبعا رمد امبابة برضه هيستكملوا جزء الانفستيجيشن في الاوفثالمولوجي وهيستكملوا قسم برضه العمليات، واجهزة بقى في اجهزة كتيرة بالنسبة للروتر بالنسبة لرمد امبابة يعني. في طبعا مستشفيات تانية لسه شغالين مع روتر يعني، ولسه حتى النهارده كان استاذ محمود ابو الحسن الناس بيتفقوا معانا بيوريهم الاجهزه بتاعتنا عشان ان شاء الله في شغل لسه كتير جاي مع روتر يعني ان شاء الله. ايه اهم الاجهزه اللي هي بتحتاج اليها المستشفيات دلوقتي؟ الاجهزه طبعا اهم الاجهزه، في اجهزه كتير جدا حسب القسم يعني، كل قسم له احتياجاته الخاصه يعني. بالنسبه مثلا لقسم الرمد اكتر حاجه مطلوبه يعني، هو بالنسبه لقسم الرمد طبعا انت بتبتدي تجهز اي حاجه بالعيادات اللي هي اجهزه اللي هي العيادات فحص يعني، ده جهاز بيفحص العين، وده جهاز اللي هو بتاع ده الجهاز بتاع اللي هو بيقيس النظر بالكمبيوتر، ده الستارت بتاعك. بعد كده لو حبيت بقى تطور طبعا تبدا تعمل عمليات اللي هي عمليه الفيكو والفيتريكتومي، طبعا لو في امكانيات برضه تقدر تعمل ليزك بعد كده، الكلام ده كله فطبعا مفيد جدا. ده بالنسبه للرمد. بالنسبه طبعا بقيه الاقسام طبعا انت اهم حاجه عشان تجهز مستشفى طبعا لازم عندك سراير عمليات طبعا وسراير كشف واجهزه مونيتورز واجهزه رسم قلب وضغط، دي اللي هي الستاندر. بعد كده طبعا حسب توفر الامكانيات بقى تبدا بعد حضرتك كده تقدر تزود بقى ايه الحاجات. الاجهزه دي تعتبر احدث ولا اضافه للاجهزه اللي هي بتستخدمها اصلا المستشفى؟ إيه لا طبعا يعني، هو احنا فاطميه احنا شغالين في اقوى وكالات يعني، اجهزه العيون ديت يعني ده اقوى جهاز، ده ممكن اقوى جهاز كشف نظر بالكمبيوتر في العالم كله، وبالنسبه للميكروسكوب اللي احنا لسه موردينه ده يعتبر اعلى ميكروسكوب برضو في العالم، فطبعا يعني بياخدوا كلات كويسه بصراحه مننا يعني. الروتر لما يجي يشتري يعني بيشتروا من شركه كبيره، ما يجوش حاجات صيني، بيشتروا من حاجات يعني براند نيم يعني وكده في العالم الميديكال. مشكورك جدا في نهايه اللقاء وبتمنى لكم التوفيق. الله يخليك، ميرسي يا فندم، ميرسي.